الأصدقاء والصديقات في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. ويسعدنا اليوم أصدقائي المستمعين أن يكون معنا العالم الجليل الأستاذ الدكتور مصطفى السيد، أستاذ كرسي جوليوس براون بمعهد جورجيا للتكنولوجيا، والأستاذ الزائر بالمعهد القومي لعلوم الليزر. هو عالم جليل في مجالات معينة، وهي بالتحديد تكنولوجيا الليزر، بل تكنولوجيا النانو. دعونا في البداية نرحب به، أهلا وسهلا بحضرتك معنا يا فندم. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير لحضرتك. ويعني دايما بنقول ان التكنولوجيا النانو، الكوارك، الاتوم، كل دي حاجات ما كانش العقل يدرك انها ممكن تكون مهمة في يوم من الايام، اليوم اصبحت حقيقة. يعني عايزين نعرف منك اهمية هذه التكنولوجيا في الوقت الحالي. والله هي دي التكنولوجيا بتاع المستقبل، ابتدت فالعالم كله اللي بيعمل اشياء صناعية جديدة او استخدام الحجوم الصغيرة دي اللي ما كانتش بتستخدم، وان لها صفات جديدة جدا، وهي الصفات بتاع المواد هي اللي بتدينا اشياء نستخدمها في اشياء مختلفة. فنتمنى طبعا، المصريين طبعا عارفين الحاجات دي، وابتدى النانو ماشي في مصر كويس جدا، وعدد من احسن ما يمكن، والنبهة نبهة تمام. فلازم احنا نمشي زي العالم كله. ده الصناعات بتاعت النانو ديت هي اللي هتبقى تنمو، وهتبقى تاخد يعني كل الصناعات في المستقبل، لانها كلها مواد جديده، استطاعه جديده، ما كناش نعرف عنها اي حاجه، دلوقتي نعملها بسهوله جدا. والمصريين كويسين جدا في الشغل، اي حاجه جديده هم بيتعلقوا بيها بسرعه وبيفهموها، ودلوقتي في شغل كويس جدا ماشي هنا في مصر، وبيقولي عندي يعني دكتوره منى الله يرحمها، جات خدت دكتوراه معايا في وقت ما كانش فيه نانو في مصر حتى، 15 سنة مضت، وعملت شغل من أجمل ما يمكن، واللي هنا موجودين دلوقتي بيعملوا أبحاث كويسة جدا للنانو. بس نمول هذه الأبحاث، نطلع بمواد جديدة العالم عاوزها يشتروها مننا، دي أهم حاجة في الأبحاث، حاجات جديدة لها فايدة معينة كويسة العالم كله عاوزها، خلاص البلد اغتنت، لأنهم بياخدوها منها بيدفعوا لهم التمويل إيه، والبلد تنمو من كده وتعمل أبحاث أكتر وأكتر، وتلاقي مواد جديدة في المجال النانو ده اللي هو الصغير ده، وتجد أعملوا حاجات العالم كله لسه ما عملهاش، والمصريين أذكياء عندهم الاختراع ده من زمان. قدماء المصريين 4000 سنة فاتهم كانوا بيعملوا الحاجات لغاية دلوقتي مش فاهمين عملوها ازاي، تحنيط الموتى، يعني حاجات جميلة كلها. فالعقول المصرية عقول ابتكار، فلنخش احنا مجال نانو اللي هو جديد ده، هيبكروا فيه ويطلعوا حاجات ان شاء الله تساعد الاقتصاد بتاع البلد ان شاء الله. طيب حضرتك من وجهة نظرك، طبعا اكيد عرفت من خلال بحثك الكبير في مجال تكنولوجيا النانو، من خلال العلوم بشكل عام، ان هناك مشكلة ما فيما يتعلق بالبحث العلمي في مصر. ايه هي المشكلة دي؟ لان احنا دايما من زمان نتكلم في موضوع البحث العلمي، وعندما نصل الى مرحلة معينة نجد حجر عثرة امامنا ولا نستطيع تجاوزها باي شكل من الاشكال. انا اللي من نظري انا طبعا، ولكن طبعا في أسباب أخرى كثيرة، إنما من ناحية العقول اللي تعمل حاجات جديدة في مجال جديد ما فيش مشكلة هنا في مصر أبدا. يمكن المشكلة إن العقول دي عددها أكبر من التمويل اللي موجود في مصر، فعايزين التمويل يكتر في هذا الموضوع، لأن العلماء بالعقول اللي هي المحتاجينها إنها تخترع أشياء جديدة في الموضوع، حاجة جديدة خالص زي النانو، نانو تكنولوجي دي موجودة، بس بقى التمويل لازم يكتر شوية بشوية. وطبعا دي تطلع، نتمنى تطلع صناعات اللي تعمل حاجات مبنية على النانو اللي هو العالم كله ابتدى يعملها، وفي بقى مجال ضخم جدا، يعني هتبقى معانا مدة نستخدمها، احنا نحاول نطلع أشياء نقدر العالم كله عاوزها معمولة بالمواد الصغيرة دي. منذ فترة طويلة قرأنا أستاذنا الدكتور عن موضوع الكوارك
وان هيبقى فيه كمبيوتر كوارك، يعني تخيلوا حاجة لا تراها العين هي عبارة عن كمبيوتر في حد ذاتها. كيف يمكن ان يعقل البشر مثل هذا الامر استاذنا الدكتور؟ والله ما دام تبينوا ايه تعملوا بيه ايه، حاجات العالم عاوزها او الانسان عاوز يستخدمها في حاجه معينه، لا طب، لا صحه، لا 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 غذاء، لا دواء، لا لا ترانسبورتيشن، حاجه بتمشي خلي العربيه تمشي احسن، يعني حاجه العالم يكون عاوزها نقدر نبيعها، ونبيعها يعني مكسب، نعملها كميه معينه ونبيعها 10 مرات الاضعاف. ديت امريكا مبنيه على كده من اول يوم اتنشأت في امريكا، وما كانش امريكا كقاره ما كانش فيها حاجه خالص. قالوا ناكل ايه؟ قال طيب نفكر، شوف الجماعه اللي عنده فكره كويسه يحفظ حقه فيها، والشخص اللي يعملها ويبتدي يعمل مكسب عليها جزء من المكسب ده يروح للاخ اللي كان عنده الفكره دي. بدايه الراس مالي القحه يعني، وجون ديوي وافكاره، البلد الوحيده اللي ابتدت كل حياتها على الموضوع ده، على الموضوع ده، اللي عنده فكره يأيدها، واللي يعملها وتعمل مكسب منها يدي الاخ ده جزء من المكسب بتاعه. بما ان حضرتك ذكرت ان ممكن يكون الطب له مجال كبير مع علوم الليزر وعلوم الفيمتو وعلوم الكوارك وغير ذلك، وصلت لإيه في أبحاث حضرتك في مجال السرطان وعلاج مرض السرطان الذي أصبح شيء مرعب للناس؟ يعني الأبحاث دامت فترات طويلة، ولكن حتى الآن مفيش أمور محسوسة أو علاجات حقيقية ممكن الإنسان يستعين بها في علاج هذا المرض اللعين. لا، ابتدى طبعا، بس طبعا على إنك تدخل حاجة في الأبحاث وكده دي بتاخد وقت، لان اولا وزاره الصحه لازم تتاكد ان ما فيش اضرار جانبيه، واخد بالك؟ ودي بتاخد وقت، وتاخد يعني يعملوها الامراض لعدد من المرضى كتير ويحسبهم وبتاع، وبعدين يخلوها. امريكا بيقعدوا 15 سنه على ما يطلعوا حاجه، البلاد الاخرى دلوقتي ابتدت تسيبها من امريكا، خصوصا في النان وايريا بيتعملها بسرعة، بتعملها أسرع من كده. دكتور مصطفى، يمكن حضرتك بدأت خطوات سريعة في العلاج بالذهب بالتحديد، والكل يعلم من أين جاءت الفكرة، يعني المجتمع المصري يعلم جميعه. طيب حضرتك وصلت إلى نقطة معينة في هذه الأبحاث مبشرة لكل المصريين، ما هي هذه النقطة؟ وحضرتك طبعا جربتها على الفئران وعلى بعض الحيوانات، فإيه هي النتائج ووصلت لإيه حضرتك؟ لا، العدد اللي تعملها على حيوانات يعني قريبة من الإنسان طبعا، وديت هنا في مصر الحمد لله في جامعة القاهرة هنا المجموعة بتاعت الحيوان، وبيعملوا جراحة، كانوا بيعملوا جراحة الأول، دلوقتي بيعملوا النانو تكنولوجي أحسن بكتير جدا وما ترجعش تاني، وحاجات بالجراحة ما كانتش يقدر تعملها بتتعمل، يعني لأن المرض بتاع السرطان ده بيموت ربع العالم، 1 من 4 في العالم، يا في مصر يا في أمريكا يا في 1 من 4 بيموت بالسرطان ده، معروفة خلاص. لو نرأي حاجة جديدة نجربها وتقلل النسبة اللي بيموت بالسرطان ده، مش بس الأهل والناس اللي حوالين المريض بترتاح، المريض نفسه بيرتاح طبعا. فديت حاجة إنسانية نتمنى إنها تساعد الإنسان إن حياته تبقى أحسن من الأول طبعا. من أين جاءت فكرة استخدام الذهب في علاج هذا المرض؟ والله الله يرحمها، زوجتي كانت عندها سرطان، وأنا ما لا, لا لا أنا كنت بتاع سرطان ولا أي حاجة، فابتديت أخدها للدكتورة طبعا بتاعتها وأسئلة، وكنا في هذا الوقت في بنستخدم النانو تكنولوجي، بنبتدي وبنتعلم منه كده، فاتضح إن بعض الخواص بتاع المواد الصغيرة دي ممكن تمتص الضوء وتحوله لحرارة، فلو ده في الجسم تسقف في منطقة فيها الخلايا السرطانية
بتسيحها تماما، تخلص، تخلص عليه، ولا يفتحه ولا دم ولا اي حاجه، مفيش حاجه. حقنا في القطع الذهب الصغيره ديت، وتعرض ده للضوء اللي بيخش في الجسم، القطع الصغيره دي تمتص هذا الضوء، تحوله لحراره، الحراره بتسيح الخليه السرطانيه. طيب هذا جيد، ولكن حضرتك بتتكلم عن خلية واحدة. إذن لو هذا المرض منتشر في جسم الإنسان، هل هتبحث عن جميع الخلايا وتقوم بهذا في حتة معينة؟ بيبقى في حتة معينة، في الحتة المعينة دي أنت اللي بتريت، ما بتروحش الجسم كله، واللي ده تخلصت منه. الجميل بقى اللي وجدناه أخيرا، إن هو اللي بيبقى السرطان مشكلته إنه تصلح الحتة دي تهرب بعض الخلايا وتروح حتة تانية تعمل سرطان هناك. اللي وجدناه أخيرا بقى 6 شهور دلوقتي، إن الطريقة بتاعتنا ما بتخليش الخلايا تقدر تمشي تروح حتة تانية، تحجمها. وده معظم الناس اللي كانوا بيموتوا بالسرطان، أو اللي بيموتوا بالسرطان تودي، معظمهم بيموتوا بعد ما دي تمشي في حتة، لما تروح حتة مهمة زي الرئة، القلب أو بتاع، بتخلص خالص. لو منها ما تمشيش، دي حاجة جديدة، ونتمنى أنها يعني نتأكد منها ونشرحها وإزاي نعللها وإزاي كل ده. عدد الموتى من السرطان جايز جدا أن يقل بكتير إن شاء الله. طيب أستاذنا الدكتور، يمكن نحن نتحدث عن هذا المرض والأمراض الأخرى الكثيرة جدا التي انتشرت ولم تكن موجودة في فترة سابقة، هل النانو سوف يدخل في علاج هذه الأمراض أيضا؟ ممكن، بس السرطان 1/4 في العالم بيموت بالسرطان، دي أهم حاجة يعني. الأهم أن يقضى عليه. بيقضى عليه طبعا يقضى عليه يعني علاجه، ونتمنى أن الطريقة دي بنجدها يعني statistically تمشي تماما. طبعا ما نعرفش الخلايا رخرنا بيها، عندهم طريقتهم، فعايزين نتأكد ان ما تقدرش تغير حاجة معينة. ولكن بقى ما دي الأبحاث كويسة في كده، الأبحاث تقدر تعمل، عملت ايه، ليه ما ماتش المرة دي، ليه ما ماتش، ليه ده أبحاث نغير بحيث انها الطريقة اللي هما بيحاولوا يتغيروا بيها نوقفها. ما دي أبحاث، بس لازم أبحاث دايما. الأبحاث هي اللي تخلينا نتخلص منها، والابحاث برضك ان شاء الله هي اللي تخلينا نشوفها ايه اللي بيحصل بالظبط في الجسم، ونتاكد انها ما تغيرش الطريقه بتاعتها. وبالطبع الابحاث تحتاج الى تمويل، والتمويل ضعيف دائما، ودي مشكله دائما بنعانيها في جميع الابحاث. استاذنا الدكتور مصطفى السيد، معهد الليزر في جامعه القاهره وتاسيسه، هل انتج عباقره يضاهون مثيلهم في الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني من حظهم إن مصر الحمد لله العقول بتاعت الأبحاث معروفة أنهم كويسين في الحاجات دي. 4000 سنة فاتهم عملوا حاجات لغاية دلوقتي مش قادرين يفهم معنى ذلك إيه. أما كانوا بيصرفوا على الأبحاث أيام قدماء المصريين، خلت الأبحاث تعمل أشياء لغاية دلوقتي احنا مش عارفين عملوها ازاي. شفت حضرتك تحنيط الجسم اللي بيموت، اللي مات 2000-3000 سنة فاتهم، زي ما هو 7000 سنة، زي ما هو ولغاية دلوقتي مش فاهمين عملوها ازاي. عملوها بالابحاث طبعا، في اياميهم كانوا فعلا بيصرفوا على الابحاث ويشجعوا اللي بيعمل ابحاث ويدلوا كل اللي عاوزينه وكل حاجة. لو نرجع احنا لهذا العهد بطريقة نشر الابحاث وكده، هنبقى نسبة العالم، والأهم من كده ما نسي إن احنا نسبة العالم في حاجة معينة، ده مجال لنا إحنا نعمل الاقتصاد بتاعنا، يصلح الاقتصاد. هي زي دايرة تحط شوية هنا انفست فيها تجيب لك فلوس، تعمل دواء للسرطان دلوقتي هيجيب للبلد فلوس أكتر باللي بيحطوها فيه. طيب علاج فيروس سيل، يعني مصر تقريبا هي أرخص دولة بتعالج هذا المرض، ولكن يعود مرة أخرى بمشاكل على صحة الإنسان. يعني من يستخدم بعض علاجات مرض فيروس سي قد يحدث له سرطان في الكبد بعد استخدام العلاج. طيب
ازاي نقدر نحجم هذا الامر ايضا؟ يعني حضرتك لسه بتتكلم على ان الابحاث مهمه. طب مصر اصبحت رائده في هذا العلاج، ولكن اصبح هناك مشاكل اخرى. تم للابحاث، ليه رجع تاني؟ لو تعرف رجع تاني ازاي تقدر برضك بالكيمياء اللي وقفت المرض من الاول حاجه نغيرها شويه بحيث انها توقف هذه العمليه. كلها ابحاث، انما نقف خلاص لا، الابحاث دائما في امريكا كونتينوس، دي جزء من حياتنا، بنتعلم في حياتنا الموت والمرض وكده، ونتعلم من هذا نحاول نصحح نصلح ده، انما لما نقف دي اوحش حاجه. طبعا احنا فعلا بنلاقي بعض الشركات في الدول الاوروبيه بتصرف مليارات الدولارات من اجل الوصول الى شيء معين، واذا وصلت اليه اصبحت هي المالكه له. ده ما دي بقى حاجه كويسه، بس برضك تخلي الابحاث ماشيه، لان لو دي اتغيرت في الجسم يشوفوا اتغيرت ليه ويكملوا عليها بحيث انها يرجعوها تاني. كلها ابحاث، لازم نخلي الابحاث ماشيه دايما، ما نوقفش، بس نخلي القوه البحثيه بتاعتنا جزء، زي ما كن انت بتقول الجيش كميه معينه، طب اكبر عدو لنا المرض، لازم يبقى له جزء برضه، لازم ما بنوقفش. سؤالي الاخير لحضرتك استاذنا الدكتور مصطفى السيد، يعني هل حضرتك بترى بعد فتره قريبه سوف يتم الاعلان النهائي عن علاج للسرطان، ام ما زال المشوار يعني بدري عليه شويه؟ لا ابدا، مش بادي ابدا، ما دلوقتي بيحاولوا يشوفوا من يستخدمه ولا لا. وزاره الصحه طبعا تجيب الاطباء العظماء اللي هنا مصر، فيها اطباء كويسين جدا، ويشوفهم هل نبتدي نعمل للإنسان ولا لا. اتعملت على الحيوان ماشية كويس جدا، ونتعلم كمان نعملها على الإنسان، ايه اللي نغيره على الإنسان علشان تبقى أحسن وأحسن، برضك أبحاث. يعني لازم نخلي الأبحاث دي شغلة دايما، زي ما بنصرف فلوس معينة للجيش نعمل جيش للأمراض. الأمراض أوحش، السرطان ده أوحش مرض في العالم كله، أوحش من أي عدو يكون لك، هو عدو للشعب كله، كل واحد في عيلة كل واحد من أربعة منهم بيموت بالسرطان. صحيح. أستاذنا الدكتور العالم الجليل الأستاذ الدكتور مصطفى السيد، أنا بشكرك شكر جزيل جدا، بشكر مجهوداتك الضخمة جدا من أجل إيجاد حياة جديدة للإنسان، وهذا أمر يقبله الله سبحانه وتعالى ويحبه أيضا، فمن أحيا نفسا فكأنه أحيا الناس جميعا، والعلماء هم ورثة الأنبياء، ونتمنى أن حضرتك إن شاء الله تكون ابتكاراتك دي تنال الإعجاب في العالم كله، و يصبح تكنولوجيا النانو والعلاج بالذهب بإذن الله في مقدمة علاجات السرطان بإذن الله تعالى. بنتمنى لحضرتك التوفيق ولشعب مصر الخير دايما. شكرا، كله ألف شكر. شكرا لكم أصدقائي المستمعين، وإن شاء الله نلتقي قريبا بإذن الله، فإلى الملتقى لكم مني خالص تحية وإلى اللقاء.